بدكم تحاربوا الحالات السوداء والانتفاخ تحت العين؟ الحل كتير بسيط، تعالوا نصنع مع بعض زيت القهوة، أروع زيت للحالات السوداء والانتفاخ تحت العين. Let's go! أوقاتكم أحبتي عائلتي الحلوة، أنا قد أنثى. اليوم رح نحكي عن زيت القهوة. زيت القهوة إذا ما قادرة أنت تروحي تشتريه من عند العطار أو أني ما بتعرفي وين موجود، رح نصنعه بالبيت ومكونات كلها موجودة بالبيت، ما تخافي. شو بيعمل زيت القهوة؟ بيعمل كتير شغلات، كان بمقالي بليالي الفرح فيكم تشوفوا عن فوائد زيت القهوة. اليوم رح نحكي عن كيف منصنع زيت القهوة بالبيت. أول نقطة، رح أخذ أي نوع قهوة موجودة عندكم، بس تكون حبات، حبة كاملة للقهوة. بأخذ عبوة زجاجية نظيفة، رح أحط فيها حبات القهوة ونضيفها إلى الزيت. وإضافة الزيت، لاحظوا هاي عبيناها زيت. شو رح نساوي الخطوة اللاحقة؟ الخطوة اللاحقة رح نغلفها بالسيلوفان. لاحظوا هاي العلبة قبل ما غلفها بالسيلوفان، منغلفها منيح بالسيلوفان بحيث انه ما تشوف الضوء. هلا صار عندي حبات القهوة والزيت وغلفتهم، ورح حطهم بمكان مظلم لمدة بين 20 و40 يوم. رح يصير بعد منا الزيت اللي موجود، كل المكونات العضوية اللي موجودة بالقهوة بتم ارتحالها إلى الزيت. وهيدا الزيت أنا بقدر باخد منه نقطة صغيرة بحطه تحت العين، مساج لطيف. أول شي زيت زيتون، ما فينا نحكي عن فوائده العظيمة. الكافيين من أهم خصائصه أنه بياخد الرطوبة، بيسحب الرطوبة اللي موجودة تحت العين. النقطة الثالثة، بيتغذي المواد العضوية اللي موجودة ضمن القهوة والزيت، بيغذوا المنطقة اللي تحت العين. ومن ميزاتها الحلوة، قلت لكم تفوتوا على مدونة ليالي الفرح، أنه بتعطي لهذه المنطقة الترطيب، الغذاء، التدفق أو التدفق الدم بالأوعية الدموية، ورح تكون يوما بعد يوم هذه المنطقة رح تفتح. أصدقائي الغوالي، مهمة كتير سهلة، ما بدها أي شيء وعن جد ما بتكلف شيء، كتير رخيصة، بتعملوها بالبيت. اللي عم بتابعني أول مرة معكم لبين رحيح حاصل على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وجمال السيدة بعد 40. كل يوم بكون معكم فكرة جديدة وبنطرح فيها فكرة جمالية. ما تنسونا من لايك وكومنت وشير.